والله تظاهرنا على مود عدم التعدي على القانون وحفاظ الامن ان شاء الله وعدم حل البرلمان. والله مظاهراتنا واعتصاماتنا اليوم حفظ القانون، حفظ عن لاجهات تخرب. لازم نحافظ على الناس ها، نطب وياها بالنوع الاخوه السياسه الدينيه الشرعيه، يعني ما نقبل بالتخريب. واحد اذى الدوله فشي منا لازم شغلات السلبيات ما نقبل فيها. اي بس الايجابيات، يعني واحد يطب الصوره صحيحه نستقبلها، لان اذا صار شغلات حي الله واحد تخلي يصير مشكله ما نقبل بيها. على مود النظام احنا ويا القانون، وين ما يتجه النظام نتجه وياه. الا هي بالقوه كل من يبرز عضلاته. فاحنا جايين هنا ويا الدستور. اينما تتجه القوانين نتجه وياها، نحافظ على مؤسسات الدوله، نحافظ على هاي، مو نجي نطب على مؤسسات الدوله ما يصير. جماعة الأخوة التيار الصدري من الظاهرة طلعوا من استقالوا، المفروض إحنا استلم الإطار هو راح يشكل الحكومة. انطونا مجال شوية وشوفوا، إذا ما شكل الحكومة بست أشهر لا أطلع بيكم خلوا دليلي، خلوا شكل الحكومة وشوفوا الأداء. إلا إحنا وياكم على شو اسمه الإطار، إلا ما سوى حكومة خدمات إحنا وياهم عليهم. تنحل المشكلة إذا انحلت الدولة هاي، من راح يجي؟ وشن اللي نطمن إلى على مود اللي يجي راح يوافق بين هاي الناس كلها؟ احنا مو مثلا احنا 400 واحد 500 وهاي 45 مليون، كيف يعني؟ شلون تنهار بليله ويوم وبليله وضحاها تنهار الدوله؟ على اي اساس؟ شلون يعني؟ زين هاي الناس شلون راح تروح؟ شلون راح؟ هذا قوي هذا ضعيف، هذا الضعيف منو اللي راح يقوي؟ الان هسه عايشين شرطه موجوده تباوع علينا امن،